في أمل، إيه في أمل، أوقات بيطلع من سعيدة. في أمل، إيه في أمل. اللي صار امبارح بمؤتمر الحزب الشيوعي وفوز لائحة حنا غريب بأغلبية ساحة بدل إنه بعد في أمل. هلا في ناس عم تقول إنه هذا الأمل طالع من ملل مثل ما بتقول غنية السيدة فيروز، بس وين المشكلة؟ أنتم مستهونين بالملل؟ هذه اللقاءات نراها ضرورية في كل حين، فكيف إذا كان وضع البلد اليوم يستدعي أكبر تنسيق بين القوى التقدمية والقوى التي تؤمن بحق الشعب اللبناني بحياة أفضل؟ وانطلاقا من ذلك هذا اللقاء تقريبا عم بياخد معنى دوري بين قيادة التنظيم وقيادة الحزب، هو لقاء سنثبته ليكون الدكتور خالد حديدي صار له من سنة 2004 على الموال، يعني حد أدنى يربح حنا غريب عليه وإلا بيكون في مشكلة حقيقية بالحزب الشيوعي اللبناني، اللي بالمناسبة هو يمكن الحزب الوحيد بلبنان اللي بعد فيه بقلبه تداول سلطة وتغيير. يمكن في حركة الشعب، نجاح وكيم غير نوع الدخان اللي بيدخنه وبطل يدخن بالمقابلات التلفزيونية. خلصني بقى، لك لحظة يا سد بوزك، لك لا اوكي رح سد بوزة، بس جديا شيلك هلا من كل شيء له علاقة بالسياسة والديمقراطية وتداول السلطة، انه ما بيزهقوا الاحزاب من زعمائهم؟ يعني ما زهقوا الحزب التقدم الاشتراكي مثلا من وليد جنبلاط واسطوانة استقالته اللي بيضلوا يعيدها ويعيدها ويعيدها؟ وبجلسة تشريع الضرورة بدك تقدم استقالتك؟ هذا المكتوب جاهز ناطر تقدمه وخلص. اف اعطيني 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 لا هلا لا اصبري لا للرئيس بري، بس خلينا نشوف شو هو شو بدك عم تعطيني لحظة عم تعطيني سكوب اخر الحلقة. هو قال بده الجلسة تقدم استقالته، هلا في الجلسة دولة الرئيس يعني حتى لما وليد جنبلاطي قرر يستقيل الظروف بتعانده. يعني عندك الرئيس نبيه بري بيقول انه 8 و14 اذار بموت سريري. ما يحصل حولنا يؤكد الموت السريري لما يسمى 8 اذار ولما يسمى 14 اذار. بس هو صار له من وقت ما تغيب الامام موسى الصدر رئيس لحركه امل. هلا اوكي احرار بحركه امل مثل ما بدكم، بس كمان صار له من التسعين لهلا رئيس للمجلس النيابي. انه ما بيزهق هالشي مثلا، انه رئيس بري مهضوم على راسي وعيني، بس انه شخص بنفس المركز لأكثر من 20 سنة غيره يعني مش احسن بكتير، خصوصا الاحزاب اللي بتدعي الديمقراطية. يعني عندك احزاب عقائدية مثل حزب الله عنده نظامه الخاص، عنده شورى. هلا ايه السيد حسن صار له من 92 بس غير وضع، ما بيدعي الديمقراطية، بس مثلا تيار المستقبل تيار ديمقراطي لأصحابه آل الحريري، حزب الكتائب لأصحابه آل جميل. في تداول سلطة بس بيت جميل بين بعض بيتداولوا مثل اللي عم يستعير بسكلات من خيو. يعني مين بعد فيه؟ سمير جعجع. سمير جعجع رئيس هيئة تنفيذية بالقوات من أيام الحرب، فات على الحبس رئيس هيئة تنفيذية، طلع من الحبس رئيس هيئة تنفيذية. سليمان فرنجية رئيس طيار المردة، انه حيغير بده يعطي مين؟ توني ابنه. ميشيل عون عملوا انتخابات داخلية، مين اجا رئيس؟ صهره جبران باسيل. شو اسمه الطيار؟ كل العالم شو بتسميه للطيار؟ الطيار العوني. وبتقلي انه ما بدي حس انه في امل انه اجا حنا غريب او ممكن يجي امين عام للحزب الشيوعي؟ ولك 100 وردة للحزب الشيوعي ولحنا غريب، 100 وردة. تصبحوا على خير.